ضايعين قوي العيال دي. ميرسي. الله، دول عاملين زي الفورتشن كوكيز، كنت بحبهم قوي وانا صغيره. وانا كمان، تعالي نفتحهم. الاشياء ليست كما تبدو وكذلك الاشخاص، انت طلع لك ايه؟ كن واثقا من احساسك. اي كلام على فكره. يمكن. الو، ايوه بمب. احنا جايين اهو. مش وقته الكلام ده بقى. طيب انا هروح الحمام على ما تخلص تليفون. اوكي طيب. اوكي يا ليلى. ايوه يا زفت. ايوه يا سيدي ظبطت. ليلى حلوه قوي حلقه الكابوريا اللي انت بتحلقيها لي دي. ازيك يا كريم؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يومين بلف وراكي في شرم كلها وبيبيهات وفيسبوكات، لا خليكي واقفه لوحدك. طب على الاقل وريني سبب اللي واخدك مني. اصل انا الموبايل ما بيبقاش معايا، ببقى سايباه في الاوضه. سيبك من الجو ده كله يا كريم، من الاخر كده انا مش بتاعه جيرل فريند وبوي فريند وبوسي مان وكل، انا مش ده جوي خالص. وانت يعني كمان يعني. انا ايه يا ليلى؟ احنا ما لحقناش نعرف بعض اصلا عشان تحكمي عليا. خليش مظاهر تخدعك، انت اعلى من كده. رايحه تياس النهارده؟ غالبا. غالبا ولا شهور؟ لا شهور ان شاء الله. اشوفك النهارده باذن الله. تحلاوي كل مره بشوفك فيها. شوفك. ليلى. سوري تاخرت عليكي بنت صاحبي، مش فاهم حاجه خالص. طب يلا بينا. لا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يلا بينا. تفتكر الواحد ممكن يقعد يحوش كام سنة عشان يجيب مركب زي دي؟ زي دي؟ يعني تقريباً 20 25 سنة كده، ده بالتقريب يعني. ده إيه الإحباط ده؟ بس ده لو لوحدك، إنما لو معاكي شريك ممكن الموضوع يبقى أسرع بكتير. أنا ما عنديش شركة، أنا لوحدي كائن سعيد. لا ده كلام فاضي، ده كلام بنقوله عشان نضحك بيه على نفسنا. يا سيدي أنا مبسوطة لوحدي. الله يا ست، هو حد يكره يا رب دايماً. طب أنت مبسوط لوحدك؟ أنا؟ لا أنا خلاص اتعودت على كده. عارفة بقى مبسوط اكتر لما اشوف اصحابي وكل اللي حواليا هم اللي مبسوطين وبيضحكوا. تعرفي مره عملوا لي مفاجاه وعملوا لي عيد ميلادي في الاستوديو، كنا كلنا موجودين وتصورنا صور كتير قوي، بس هي صوره واحده جماعيه كنا كلنا فيها مبسوطين. يعني الصوره دي اعتبرتها اهم هديه جات لي في عيد ميلادي. طب بقى صورك مع المركب اللي عمرنا ما هنشتريها دي. تبسم. المزيكا يا حسن. مزيكا؟ هي فين المزيكا دي يا معلم؟ ما هي تحتك يا حسن. ما المزيكا شغاله اهي. الحفل ده بتسميه مزيكا؟ ده اسمه ترانس. ترانس؟ يعني اللي عامل الحفله دي واحد كهربائي. حسن حسن يا ابني ما تركزش عشان ما تهيسش. ارقص. ارقص قوي. ايه ده؟ هي الناس دي سامعه حاجه غير اللي احنا سامعينها؟ يا بنتي هو ده ترانس. سو النبي. هاي. الو، ايوه ليلى. انا مش سامعاك كويس، انتوا فين؟ يا ليلى. الو الو، بقول لكم ايه، اروح اشوفها فين واجي لكم. يا فريده يا فريده، انت كنت كل ما تطلعي يا فريده. تعالي ندور عليهم. طب انت صحابك معاك؟ ايه؟ صحابك معاك؟ مش مهم، المهم انت. يلا حسن، ايه اخبار سياستو معاك؟ جامد اخر حاجتين. الحفلة جامدة جدا فعلا فعلا، بس عن اذنك عشان انا بدور على حد. رايح فين بتدور على مين يا نوتي؟ اكيد بتدور على يا صاحبي، بتدور على يا بتدور. أيوة. على
كويس قوي اني لقيتك عن اذنك بقى. معلش ادينا بندور اهو. بقول لك ايه، مش ده حسن اللي شفته معاكي في ابستراكت؟ اللي مكلبش في البنت ده؟ اه هو. يلا نروح. لا 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 لا، انا بدور على بنت صحابي، انا عايز صحاب كتير قوي هنا. شور؟ شور. طب نروح نشرب حاجه؟ اي حاجه. يلا؟ يلا. يلا. والله العظيم هكلمك واعمل لك اد على الفيسبوك كمان. اوكي، وعزيزي كمان وعزيزي. لا مش هنسى مش هنسى، بس خليكي واقفه هنا زي ما انت. اوعى تتحرك، هروح الحمام واجيلك. بتعملي ايه هنا؟ انا بكلمك من الصبح. ايه العماره دي مستنيه على التليفون؟ في ايه؟ ورا ليه يا معلم؟ اتنين كابل بيرقص، مش محتاجين حد تالت يعني. ما تتدخلش انت، انا بتكلمش معاك. انا جاي مع كريم على فكره. ما ده اللي انا بحاول افهمه له. انا سايب صحابي وقلب عليك المكان عشان في الاخر تقولي لي جاي مع كريم. انت بتزعق كده ليه؟ كان في حاجه بيني وبينك. انا عمري ما في حاجه بيني وبينك، ولو كنت فهمت كده تبقى مشكلتك مش مشكلتي، احنا اصحاب وبس، فاهم؟ يلا يا كريم. يلا يا حبيبتي.